نفس روسيا الاسترخاء العسكري، عسكري، الاتحاد السوفيتي، الولايات وأمريكا المتحدة، بيحذروك من وإرادة القتال لدى هذا الرئيس العظيم محمد أنور السادات. لم ينخدع بعتنا الرسالة الرئيس. للرئاسة، وأنا حتى في وقتها ما كنتش كده أستشعر الارتياح. أنا بكلمك بمنتهى الأمانة زي ما حكيت لك على نعم غضبي من الرئيس عبد الناصر. عبد الناصر الرئيس السادات، انت تلاحظ ان انا لاني خدمت فترات مع نعم كل نعم الرؤساء، فتلاقيني طبعا. فحضرتك كنت قلقان؟ لا كنت متضايق انه الرئيس في قصر الطهرة. ايه طبعا هو بحكمته عاوز يلتقي فيها بوزراء وبرؤساء دول ويلتقي بسفراء، وبالتالي راح في الحتة اللي يبقى قريب من مصر الجديدة، نعم من المركز 10 نعم اللي هو قيادة القوات عمليات المسلحة، قيادة العمليات أثناء الحرب، مم. يبقى قريب من وزارة الدفاع. يبقى فنقلناها بعتناها للقصر. الرد كان ايه؟ لا ولا ما فيش رد مفيش رد. داخل الحرب. اه يجي عبد الفتاح عبد عبد الله الله يوم 5 ولا يوم 6؟ يوم 6، شايل مش 6 بالليل، شايل أوراق ومحاضر مقابلات تكتشف فيها بقى إنه يوم 4 ويوم 5، لأنه الحشد العسكري المصري بيتعمل، الحشد العسكري السوري بيتعمل، الضربة المفاجئة بتعد، إنه الرئيس السادات في معنويات عالية جدا، وبيقول يوم 6 لغاية دلوقتي هم مش حاسين ان انا هوجه لهم الضربة المرعبة اللي جاية لهم. انا سبقتهم نحو الحشد، موجودة في الكتاب، انا سبقتهم نحو الحشد. لو انت اللي وجهت الضربة الاولى خلاص انت اللي هتحقق اهداف الضربة الاولى عموما، واللي عملوها فينا في 5 يونيو 67. فالرئيس السادات في اليوم ده كان روحه المعنوي مرتفعة، مرتفعة وانا جدا جدا سبقتهم جدا نحو الحشد. نحو الحشد هوجه يجي ضربة، بقى الساعة 9، هوجه ضربة، هوجه ضربة. تمام تمام. الساعة يجي 9 الساعة 9 الا ربع كده، حافظ اسماعيل كنت تحسب عليه الساعة، كان معاه عربية مرسيدس مثلا موديل 69 او حاجة، 9 صباح 6 اكتوبر 73. فاحنا ماشيين بنتمشى مع بعضنا احمد ماهر وانا، وقالوا لنا، قالوا لنا الدكتور عبد الهادي قال لنا مفيش لبس بدل. فكنا احنا الاثنين بقمصان في شهر اكتوبر، نعم، وبيسوا بنطلون، نعم. قالوا لنا فاحنا بنتمشى بقى في القصر في الجنينه، هي الجنينه في حديقه كده مش كبيره قوي يعني. جت سيارة حافظ اسماعيل وقفت، راح نازل لابس بدلة تمام، وطلع على طول على مكتبه. سلالم القصر 4 سلمات كده وراح داخل. طلعنا رحنا بقى نلحق بعملنا بقى خلاص، ما هو خلاص لقينا الدكتور عبد الهادي مخلوف، واحنا طالعين لقيت عبد الفتاح عبد الله نازل الوزير، واهلا زي ماهر، اهلا يا ابو الغيط، كان يسميني ابو الغيط. دول كلهم كانوا زملاء لوالدي، نعم، وبالتالي بالنسبه لهم انا عيل. نعم. يعني وراح قايل للدكتور عبد الهادي يا مخلوف انا رايح الطهره، كان له مكتب في الطهره. دي كيفيه اداره دوله بتعد لصدام مسلح، يعني انا بقول لك التفاصيل التفاصيل. فلقينا الدكتور عبد الهادي مخلوف بيقول لنا خشوا المستشار طالبكم، هو شافنا احنا الاثنين نعم مع بعض، فطلبنا احنا الاثنين، هو في العاده كان يطلب نعم واحد ماهر، ماهر اللي هو الاقدم، ماهر مستشار وانا سكرتير تاني ولا تالت. نعم في وقتها كنت سكرتير تالت وماهر مستشار، فارق كبير في نعم في الوظيفه والمسؤوليه. رحتوا
رحنا دخلنا مكتب صغير أنيق، لأنها كان قلع الجاكيت بتاعته علقها وحطت رجله على الكرسي بتاعه اللي بيقعد عليه، الكرسي من اللي هو بيتلف. نعم. وقال له يا ماهر المظروف ده مقفول، تديه تبعته للدكتور أشرف غربال دلوقتي في